الله معنا بمؤتمر انعقد بالهند سنة 2011 عن الفنون المواجهة اللاعنفية ضمن مدرسة مهاتما غاندي. وكان السؤال الأساسي يلي انطرح ليش الإنسان بشكل عام بميل لقبول الظلم على حاله وعلى الآخرين لتجنب المجابهة؟ سؤال مهم للغاية. وبعد بحث طويل أكيد أظهرت الدراسة إحصاءات كتير مهمة. 78% بيتجنبوا مواجهة الظلم يمارس عليهم أو على الآخرين لما يكلفوا حالهم أي عناء أو جهد أو أكيد يعرضوا حالهم للخطر. 12% ممكن يكلفوا حالهم جهد وعناء على أنه ما يوصلوا لمرحلة الخطر. 7% كلفوا حالهم جهد وعناء مواجهة الظلم وممكن يكونوا عم يوصلوا إلى خطر معين ولكن مش الخطر الشديد يلي ممكن يضرب مصالحهم أو يعرضهم لمخاطر حقيقية. 3% يلي ما ببدلوا مواقفهم قدرين يروحوا للآخر بمواجهة الظلم. على كل ممكن أي شخص بحياته يمرق بهالأربع فئات ولكن بيبقى بتواصل حقيقي مع ذاتنا. كل حدا بده يحدد تموضعه الأساسي كقاعدة بأي فئة من هالفئات ويسأل حاله لي أنا هون وهل أنا مستعد أني أعمل حركة لأنتقل إلى مكان آخر. على كل إذا الشخص عايش بسلام بين مزدوجين خلينا نقول انه هو خالق لحاله الكومفورت زون تبعه يعني المنطقه الامنه تبعه وبالتالي هو قدام ثلاث خيارات. في خيارين احنا دائما بنرفضهم وباطار الخيار الثالث بنروح للخيار الافضل. اول خيار هو انه مثل ما قلنا وهي الاكثريه يلي بيرفض يكلف حاله اي عناء و بيرفض أنه يروح بمواجهة الظلم. هذا أمر أكيد مرفوض من قبل. ثانياً أشخاص اللي ممكن تاخد قرارات عشوائية وتقوم بخطوات غير مدروسة كمان هذا أمر مرفوض. الخيار الثالث هو الحكيم يلي بيدرس الواقع وبياخد خطوات ومستعد أنه يكلف حاله عناء ويعرض حاله لمخاطر معينة لأنه ما بيقبل الظلم لا على حاله ولا على الآخرين وهيك بيفهم السلام وبيسعى إلى عايش مفهوم السلام الحقيقي. وبالتالي هالحكيم هيدي بيميز بين أمرين بين الجهد والعناء اللي ممكن نحطهم لحتى نقدر نحن نواجه الظلم والمسافة اللي بتفصلني على أنه عرض حالي لمخاطر معينة إذا بدي أوصل أنا إلى المخاطر هونيك تدرس الأمور بعيني. بالختام أحبائي مش دائما الأكترية قادرة تدلنا على الطريق الصحيح والدليل مثل ما شفنا بهذه الدراسة أنه الأقلية اللي أخذوا قراراتهم السليمة يلي ممكن تقودنا لتغيير حقيقي. كمان مهم بالختام نقول أنه شو هو الظلم لأنه ممكن الظالم يظلم ويحول حاله لضحية. كرمال هيك بنعتمد على بعض المقاييس العلمية والعالمية من ضمن حقوق الإنسان لنحدد الظلم يلي هو انتهاك لحقوق الإنسان يلي هو تعريض لمخاطر حقيقية لأفراد وجماعات وترهيب وتخويف على الصعيد النفسي والصعيد الجسدي وكبت للحريات. إذا كانت هذه الأمور متوفرة بيكون الظلم قائم. من هون أهمية الخيار الثالث ودمتم بالسلامة.